أعتقد مطربين المهرجانات من بنات أفكاره وقايمة ضيوفه أغلبها نجوم صف أول، هيعمل برنامجه في الصحراء كأنه في أدغال أفريقيا، وهيستخدم حيوانات محدش شافها قبل كده. أسرار وحكايات مقلب رامز جلال الجديد في رمضان 2024 اللي قرر يعمله السنة دي محدش هيصدقه. إزاي طلب عصام صاصا بالاسم ويا ترى عرف يوقعه ولا لأ؟ حكاية رفض الظهور في موسم الرياض على طريقة محمد سلام، إزاي رفض يعمل فكرة المقلبين دي تاني؟ كل دي حكايات محدش يعرفها عن برنامج مقلب رامز جلال الجديد واللي كلها أيام ونشوفه على الشاشات زي العادة في رمضان. سفرة ولمة رمضان على الفطار ما تحلاش إلا بيه، ده حتى العيال الصغيرين بقوا بيستنوه من السنة للسنة. وطبعا كل ما رمضان يقرب مننا كل ما الناس تبقى عاوزة تسمع أي حاجة جديدة عن برنامج مقالب رامز جلال الجديد واللي بيحضره في الكواليس. رامز جلال كان هيعمل مسرحية في موسم الرياض، وعلشان ما يحرقش نفسه واللوك بتاعه في البرنامج قالك استحالة تلاقوني في مسرحية الموسم ده، أنا راجل رمضاني، واعتذر عن العرض خالص، أصله محتاج كل دقيقة على عشان برنامج المقالب بتاعه وعمل زي محمد سلام. بس طبعا الفرق كبير بين الاعتذارين، بالذات ان المسؤولين في موسم الرياض وافقوا على اعتذاره بس بشرط انه يعمل مسرحية بعد رمضان، وده اللي اتفق عليه فعلا. فكرة مقلب رامز جلال السنة دي هتكون مختلفة خالص، هتبدأ من الصحراء وتنتهي بالبوليفارد، واللي هيقعد ضحية يبقى امه داعي عليه. رامز جلال قلب السعودية زي ادغال افريقيا وهيرجعنا تاني لبداياته القوية. قالك البرنامج السنة دي الكل هيحلف بيه، انا عاوز عودة قوية، انتوا فاكرين ان نسخة السنة اللي فاتت كانت عجباني، وقال انا هعمل احسن حاجة سواء فكرة او حضور نجوم. واللي عرفناه ان هنا الزاهد من اول ضحايا رامز جلال السنة دي، وعرف يوقعها بدري من بعد انفصالها عن الفنان احمد فهمي، وكمان الفنان حمادة هلال وقع ضحية وتعمل في مقلب ما تعملش قبل كده، والمداح اللي بيرعب الناس في مسلسله وبقى في خبر كان، واللي محدش يتخيله بقى ان رامز جلال طلب عصام صاصا بالاسم، وقال اللي شغالين معاه في البرنامج انسوا مطربين المهرجانات السنة دي، الخريطة دي هتتغير، وكفاية بقى شغل حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال، الكلام ده ما بقاش ياكل معايا. مصادرنا قالت ان رامز جلال رجع لقائمة النجوم العالميين من تاني، واتفق ان عشان البرنامج يرجع اقوى لازم ناس تقيلة وشوشهم تكون جديدة على الجمهور. وكان مهرجان البحر الاحمر السينمائي وحفلة جويا وورد هي سبوبة رامز جلال اللي عارف منهم يوقع نجوم عالميين وعرب، وطبعا خدوا فلوس ما تتعدش، واجور النجوم السنة دي في البرنامج عالية جدا. لكن الفكرة جديدة ومحدش هيتوقعها انها ممكن تتعمل في السعودية. رامز جلال قال من الاول كده انسوا فكرة المقلبين اللي اتعملت السنة اللي فاتت، وخلوا الميزانية مفتوحة للنجوم، والمقلب يكون واحد طول الشهر بس باسماء اللي هيحضروا هي اللي هتخليني ارجع اقوى. كلنا عارفين ان موسم الرياض بدأ اواخر اكتوبر السنة اللي فاتت، ورامز جلال اتحط في الخطة علشان يعمل مسرحية، وعلشان العروض بتكون في شهر ديسمبر كان صعب يظهر السنة دي، واضطر يعتذر. ورغم ان في مسؤولين موسم الرياض رفضوا اعتذاره وقالوا له انت مطلوب بالاسم، هو وعدهم يظهر على المسرح في الرياض بعد شهر رمضان وعيد الفطر اللي جاي، واتخذ قرار ان العرض يتأجل مش يتلغي الفكرة خالص، علشان يكون ده الظهور الرابع لرامز جلال في مشواره الفني على المسرح، وده بعد ما ظهر في 3 عروض مسرحية قبل كده، هما جوز ولوز مع احمد بدير، وفيما يبدو سرقوا عبده مع احمد ادم، والشبكة المسحورة، وده عرض مسرحي للأطفال. طبعا كلنا مستنيين مكالمة التليفون اللي بين الإعلامي شريف عامر ورامز جلال زي كل سنة، علشان يتكلم شوية عن البرنامج وبعدها يطرح البرومو وياكل الترند قبل شهر رمضان ما يبدأ بكام ساعة. ربنا يوفق رامز جلال في برنامجه الجديد ويكسر الدنيا زي العادة.